التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفترة الصباحية. وهذا الشوط هو مخصص للحيل ضمن هذه الأشواط العامة. نتواصل مع حضراتكم مع تواصل أشواطنا ونتعرف وإياكم على المركز الأول غرام. أو عزم، من تحتل المركز الأول هذه عزم لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة، من يتواجد على أول المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ومن تتواجد على المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل وعد، تعود ملكيتها لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي على ثاني المراكز الدور والنقلة عند المركز الثالث. ومن تتواصل على المركز الثالث، التقدم في هذه اللحظات من الحذرة لسالم. هذه وعد، من تحتل او هنا من تحتل المركز الثالث تتقدم فيه الحذرة لسالم بن كبيدش بن حمد بن علوبه، من يتواجد على المركز الثالث الدور والنقلة عند المركز الرابع. إذا هنا دخول والتسلل على المركز الثالث، من تتقدم فيه في هذه اللحظات هنا هملولة لمحمد بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، من يتقدم هنا مع المركز الثالث الدور والنقلة عند المركز الرابع. الوصول هنا من أبراج راشد بن سعيد بن منانة الكتبي، من يتواجد على رابع المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس تتقدم فيه هنا الطيارة لفرج بن علي بن حموده الظاهري بتوجيهات وتضمير جابر بن حمد بن جفين المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم إلى شعار بن محماس مع عزم محماس بن سعيد بن علي بن الشيبة، من يتواجد على المركز الأول. بن الشيبة من يتواجد على قيادة هذا الشوط مع عزم. عزم وهذا الشوط يبي له عزم، يا راعي عزم. هنا المقدمة لا زالت مع عزم، من تعزم على انطلاقتها في هذه المقدمة وفي تحركاتها وفي تصدرها هذه المجموعة. بينما تليها على المركز الثاني، تتقدم على المركز الثاني وأول القادمات وعد. هذه وعد تعود ملكيتها لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي على المركز الثاني الدور والنقلة عند المركز الثالث. من تتقدم فيه هملولة محمد بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري، من يتقدم هنا مع المركز الثالث الدور والنقلة عند المركز الرابع. هذه أبراج، أبراج وصلت في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى الكوكبة الرباعية وإلى ندائنا في كوكبتنا الخماسية. نعم، هذه أبراج لراشد بن سعيد بن منان الكتبي، من يتواجد مع أبراج على المركز الرابع. ننتقل مباشرة وناخذ المركز الخامس، من تتقدم على المركز الخامس الطيارة فرج بن علي بن حمودة الظاهري توجيهات وتضمير توجيهات وتضمير جابر بن حمد بن جفين المري، من يتواجد في عملية تضمير الطيارة من تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا، ولكن دخول على المركز الخامس لنعطي كل ذي حق حقه. هنا المقدمة والمركز الخامس مع مديار خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي، من يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة والتغيير. الله، شوفوا أبراج،
أبراج أبراج بحجمها المميز وبشكلها أيضا الملفت، ولكن هناك وعد وعد وعد. هنا تنتظر في وقت الوعد هنا مع المقدمة، وعد من تحتل المركز الأول وأربعة كيلومترات يا راعي وعد. محمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي مع وعد من تحتل المركز الأول والمقدمة. أبراج أبراج وصلت على المركز الثاني، أبراج تعود ملكيتها لراشد بن سعيد بن منان الكتبي، ولكن أيضا هناك شعار المنصوري من يتقدم من الجانب الأيمن مع هملولها محمد بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري من يتواجد هنا مع المركز الأول ومع المركز الثاني. نعم تراجعت إلى المركز الثاني، نعم هذه من تتراجع إلى المركز الثاني، هملولة المبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. منافسة ما بينها وما بين أبراج المملوكة لبن منانة. هنا يتراجع وتتراجع وعد على المركز الثالث، هذه وعد لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي على المركز الثالث. ورابعا من تحتل المركز الرابع تتقدم فيه في هذه اللحظات هنا القدوم من الماجدية، الماجدية لأحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم من يتواجد مع الماجدية على المركز الرابع. نقلتنا إلى المركز الخامس، وصول وقدوم الشاهينية للدحبة بن حمد بالدليلة العامري من يتواجد مع الشاهينية على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى، وفي ندائنا الثالث على المراكز الخمسة المتقدمة. إذا نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الانطلاق وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام المقدمة مشاهدينا ومتابعينا في هذه اللحظات مع هملولة من الجانب الأيمن. هملولة مع المركز الأول، هذه هملولة تعود ملكيتها لمحمد بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري من يتواجد مع هملولة. ولكن أبراج هنا منافسة قوية، وتقدمت أبراج في هذه اللحظات. هذه أبراج لراشد بن سعيد بن منان الكتبي من يتواجد مع أبراج على المركز الأول. يا سلام وعلى الصدارة وعلى القيادة، ولكن قدوم ووصول في هذه اللحظة من قبل سوقة لحمد بن قانم بن علي بن حموده الظاهري. يا سلام جابر بن حمد بن جفين المري من يتابعها ابو حمد في كل صغيرة وكبيرة. هنا يقود هذه الجموع، يقود هؤلاء المضمرين. هنا جابر بن حمد بن جفين مع شعار بن حموده في هذه القيادة المميزة. حمد بن قانم بن علي بن حموده الظاهري مع سوقه ومع انطلاقة سوقه. الله الله 2 كيلومتر يا ابو حمد، 2 كيلومتر تفصلنا عن سيارة هذا الشوط. أذكر حضراتكم بأن السيارة هي نيسان بترول استيشن T2 تنتظر الفائز بالمركز الأول. أتمنى للجميع التوفيق. يا سلام يا سلام الله. إذن المقدمة والصدارة مع صوغة، حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري مضمرها وقائدها في التضمير، جابر بن حمد بن جفين المري. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثاني، من تتواجد أبراج راشد بن سعيد بن منان الكتبي من يتواجد مع أبراج على المركز الثاني. الدور والنقلة على المركز الثالث، وعد عادت وعد مرة أخرى. محمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي من يتواجد مع وعد في هذه اللحظات، ولكن على المركز الرابع. هنا هملولة تعود ملكيتها لمحمد بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. وعلى المركز الخامس هنا براقة للدحبة بن محمد بن سالم بن صنقوح العامري من يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الله
يروح يا سوقه، سوقه مع المركز الاول، سوقه مع المقدمه، مع صداره هذا الانطلاق بشعار بن حموده، شعار بن حموده حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. من يتواجد؟ من يتواجد في هذه اللحظات مع السلاله السوقانيه الاصيله هنا مع صلب المنافسه ومع قياده هذا الشوط؟ الكيلو الأخير يا أبو حمد، جابر بن حمد بن جفين المري، من يقودها في التضمير؟ من يتابع انطلاقاتها؟ من يقود هذه الجموع؟ يا سلام يا أبو حمد، الله الله. إذا سوق مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، جابر بن حمد بن جفين المري، من يتابعها في التضمير؟ وعد على المركز الثاني مبارك بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، وعلى المركز الثالث أبراج، من تتواجد أبراج هنا على المركز الثالث؟ راشد بن سعيد بن منانة الكتبي، يا سلام يا سلام. ولكن شوف اللي وصلت، اللي وصلت الله، شملولة حسين بن علي بن محمد بن مهدي القرشي مع شملولة على المركز الثالث، ولكن الله سوقه 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 مع الناموس، سوقه مع المقدمة، مع شعار، مع شعار بن حمودة، يا سلام يا سوقه. حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، جابر بن حمد بن جفين المري، هنا من يقودها في التضمير؟ من يتابعها في الانطلاق؟ يا سلام يا سلام، سلام بن حموده، سلام سلام بن جفين، سلام. هذا هو شعار بن حموده وقائدها جابر بن حمد بن جفين المري. اذا ايها الاخوه الافاضل، هذه سوقه تفوز معنا بهذا الشوط. تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري على فوز سوقه وتحقيقها بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت فيه شملولة لحسين بن علي بن محمد بن مهدي القرشي، المركز الثالث وصلت أبراج لراشد بن سعيد بن منان الكتبي، أما المركز الرابع وصلت فيه براقة للدحبة بن محمد بن سالم بن صنقوح العامري، أما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس الحذرة لسالم بن كميدش بن حمد بن علوبة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه سوقة ولحظة وصولها والسلالة السوقانية التي فرضت نفسها في هذا الشوط. 12 دقيقة 44 ثانية 84 جزءا من الثانية، هذا هو كان توقيت سوقة. تهانينا والناموس لحمد بن قانب بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الناموس المستحق، التهنئة موصولة لقائد سوقة ومضمرها جابر بن حمد بن جفين المري. تهانينا والناموس للجميع. المركز الثاني وصلت مشاهدين الكرام شملولة، قطعت المسافة في زمن وغدرة 12 دقيقة 46 ثانية 44 جزءا من الثانية. تهانينا لحسين بن علي بن محمد بن مهدي القرشي، أما المركز الثالث وصلت فيها أبراج، قطعت المسافة في 12 دقيقة 47 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أبراج راشد بن سعيد بن منان الكتبي، تهانينا والناموس لجميع